عسلامة مسيو. عسلامة أختي. لاباس عليك؟ والله الحمد لله لاباس، الدنيا سخونة برشا اليوم. سخونة صحيح، اليوم سخونة. قدم لنا روحك. مختار غرس الله من السبيخة. إيش تعمل في حياتك سي مختار؟ والله روتريتي، أنا عمري 64 سنة، عملتها الجمعة اللي فاتت. شنو كنت تخدم؟ كنت تخدم في سويسرا، خدمت ماركتينغ، خدمت دلوري، خدمت كل شيء. قد بقيت في سويسرا؟ من 83 خرجت، تحسب بنتي حتى كانت قصه طويله حكيتها لكم قبل، ما عرفتش انتم ولا قصه خديجه. واحد ياما خدمت اوتيلوري، خدمت وقريت انا الماركتينغ، خدمت كل شيء، بيتزايو معناها سيرفور في بيتزاريا. معناها بجيت درجه درجه. بيان سيغ. هذه سي 1983 انا خدمت في لوزان بالاس. سيت ان مونيمون لوزان بالاس معروف. كان سما رونش نتاع اللجنه الاولمبيه بين قوسين، اللجنه الاولمبيه العالميه. وكان محمد مزالي وقت هرب من زاد، هذيك قصه اخرى نقولها لك تو. احكي لي. في لوزان بالاس خدمت خليناك في بالنا باش تعاود حياتك. لا ما فهمتكش تو، انت دخلت لك سامحني عاد. عام 1984 عرست. أي. نخدم في لوزان بالاس، كي هرب مزالي بلي نرجع لك سي محمد مزالي الله يرحمه والله يرحمه وينعمه. كلمني واحد وقتها بورتيغي قال لي راهو هاو جا فوتر برومي مينيستر، وانا في الدار وقتها عندي الفيكس متزوج سفيان ولدي عمره عامين. قلت له مش مشكل، مشيت قابلت محمد مزالي حاسين ابري دو زون. بون جيت مره لتونس بحثوني عليه، اما لكن بصراحه بحثوني في نظام بن علي. كان استقبلوني بالقدا قهوه ودب وزمها ومنا وكو ما لقوا عندي حد شيء. انا قلت لهم كان ما هربتوش، وانا غبت وقتها 6 سنين على تونس. انفع حاجه اخرى تفضلي. اخر مره حكيت معانا على الحكايه هذه وقلت لنا تخمم باش تعاود حياتك. والله ماذا بيا نخمم، ذولي قوري ما لقيتش الشخص المناسب. لا العروض موجوده عندي. مي انا جو نو بو با في حاجتين. علاش؟ عندي ظروف ما كنتش ماديا معناها كنت لاباس. واحد ما تصير عمري 64 سنه عملتها لحد اللي فات. شنو اخو امراه توا بنت الناس باش نتعبها معايا؟ كيفاش باش تعبها؟ امور ماديه تقصد؟ سيرتو امور فيزيكمون واحد لاباس، اما امور ماديه جو نو بو با، ما عنديش الحق. ما نضيعهاش بنت الناس. تاخوها من عمرك ولا صغيره؟ بيان سي نحبها من 45 50، وما نحبهاش تجيب صغير. انا بعد سفيان ولدي ما نحبش الصغار. كي تلقى مثال امراه عرست وطلقت عاشت تجربه فاشله. طلقه مرحبا به. بالعكس انا تساعدني. عندها تجربه وفي الحياه. انت تعرف شو قلت لي؟ انت قلت لي ما نحبهاش تجيب صغار. ونتصورك معناها كان باش تاخذ واحده اكيد تحب تجيب صغار. بينما كي تاخذ واحده عرست وجابت صغار وطلقت نجموا تعيشوا سافا متفاهمين. شوي داكور، اما زعما تكون شبابه لحمتها شوي سامحني. نحبش اضعاف مع احترامي. السمنه مش بها، نحبها باهية تحترم متخلقه متربيه. بون صغارها شنو اخو مراه تو نقيم بصغارها مشكله راهو زاده. ينجم مادام قلت لي عمرها 45 ولا 50 سنه نتصور سي بون صغارها كبروا. كبروا كيقبلوني هما صح. سي صح. لازم هما يقبلوني، انا نقبل. انت علاش ما تحبش تجيب صغار؟ بعد ولدي سفيان ما عادش نحب. علاش؟ خاطر نحبه برشا و كي بورقيب انا. جبت وليد برشا. نتصور كان يكون عندك طفل اخر بزاده باش تحبه نفس الحب. لا ما نجيبش. لا نجم اما والله هذه امور نفسانيه ومبادئ. انا ما حشتيش. احترم رايك. لا بعد ولدي انا ما نحبش نجيب. عندي سفيان واحد الدنيا. مع احترامي للصغار عندي تو بنات اختي ولاد خويا بنات خويا عندي نحب الصغار نحب. سي امور بعد ولدي انا ما يظلي ما عادش عندك حب باش تعطيه. عندي الحب في الفرش اما في الصغار لا. شنو اخر كيفاش تحبها المراه؟ كيفاش تحب طبيعتها مثال؟ طبيعتها طيبه مليح نظيفه برشا بلحمتها شوي بيضاء. شي با غاسيست
حياتنا تكون سمراء وزي مي. هذا رايك هذا؟ بيان سيغ نحب يحب سمراء مثلا. ليه اختي اسمعني نحب سبورتيفا سيغتو ما نحبش قبيحه 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 نقصد الاحترام اوترموندي ياسر هنا راهو يتقبح وانا ريت برشا حوايج دخل بون الاحترام انا بابا وام الله يرحمهم بي وامه تعيش وترحم من صغير في العيله تحترمني نحترمها نشيخوا مع بعضنا نعملوا جو في الدنيا نعملوا سوا جو جو انا نحترموا بعضنا نحبوا بعضنا ونكملوا حياتنا الكل. من النوع اللي تحب الهدوء ولا تحب الخرجات والسهريات والتحويس؟ والله كنت حب ياس السهريات تو نحب الهدوء 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 سي لو كالم لو كالم نحب الحياه العائليه نحب الحياه العائليه والله اليوم انت كلمتني اليوم 18 سنه من موت العربي خويا الله يرحمه نحب الله يرحمه نحبه برشا برشا كان عزيز برشا وديما عزيز و الكبير هذا لا الكبير 90 سنه صادق اما العربي هذايا نحبه برشا برشا كوبي كونفورم لي انا ما خلص سبع بنات ولد ناجحين ساده معرسين مرجلين ما شاء الله الحمد لله مي كيف هو يحب العائلة يحب رجعت له رجعت له رجعت كيف نحب الهدوء نحب عائلة عندي مرايتي كذا الدفء العائلي سيرتو هاي ماني كبرت أنا أي عندك الحق صغير أنت وتحب مراتي تلهي بيك شنو تلهي مش معاق ليه تلهي بيك معناها مرأة معاك بيان سيغ تخرج معاك ما تخرجش وحدك هكا ما بعضكم لازم نخرج البحر الجو وانا شوي كول انفان كول مي مش حزار ما عندي اخلاقياتي زاده مسبيخ انا حزار انا مسبيخ نحب شكون يخزن مرتي سمعت سبيخه حزاره لا مش كل بدي رجال كل حزار انا لا احنا عندنا عقليه اخرى عندنا ثقافه اخرى والله سبيخه مدينه برشا نمشي لها بالليل نمشي لها وشو اوكي تو نمشي لها احكي لي عليها قبل ما نمشي لها عندنا ديكادر هنا عندنا رجال احكي لي عليها السبيخه تبع ولايه القيروان 35 كيلومتر على القيروان 55 على الفحص اقرب معتمديه لتونس 117 كيلومتر 52 كيلومتر على سوسه 35 على القيروان كبرت كان عام 1956 250 نفر سبيخه المركز نحكي مع احترامي ما نحكيش عريض تسمع فيه ولا؟ اون 1956 250 بيرسون سبيخه المدينه توا احنا هنا 14000 بون 250 مش محسوب معاهم انا خدت ولدت بعد نوريك معناها كبرت المدينه عندنا 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 مدينه باهيه في لحية فما شوي قلق ناس يعرفوا بعضهم روتين نقاوي كثره بيطار نفس العباد فيها نفس العباد نفس الجو انا نمشي بلاد هذيك اعتزوا بها قبل كي انا تونس وانا لوزان ولا واحد بلادي خاطر ما نكرش مي تعبني انا شخصيا انا عندي نهارين ثلاثه نقلق ما عندكش بيسين مثلا مسبح بلدي عندنا بلديه بين قوسين بلديه ذي بالليل الامانه ان شاء الله تعدوا كل شيء قاعدين يخدموا بالكدا لا لا مريقلين رئيس بلديه سي نبيل الحمدي استاذ تربيه بدنيه متكون ولد عائله يخدموا فما مع احترامي البلديات الكل اللي شدوا مي البلديه ذي صحيحه باهي تخدم في البيئات يخدموا برشا حوايج ما عرفتش انا نجاوبك اختي سبيخه انا نقلق فيها لكن نحبها برشا مع الناس مرات نخرج انا بيت في وسط الدار او البلكون والله العظيم والله العظيم من الوشويشه ما نجمش نرقد توا تنحيت قبل نحكي لك مدينه باهي طلعت رجال برشا ونساء برشا كيما تونس كامله راهو توا باهي ودوني في كل بلاد في كلمه ختام قول لي شنو تتمنى في حياتك؟ مش تبقيني عاد دور لنا الكاميرا قول لنا شنو تتمنى ان
ان شاء الله والله ان شاء الله دون زموان نحب نطل على ولدي سفيان توحشته برشا. ليله عرس الحنه نتاع بلال العيفة عبدو اللي صاحبي خويا 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 جيت من البارح انا بالذمه. اتمنى برشا حوايج، اتمنى الخير لتونس كي بعد الارهابيين وك النهضه وك غيره بصراحه مع احترامي با النهضه. نمطر تصب في الخريف مانيش فلاح. نتمنى كي نموت نتفن مع العربي خويا ان شاء الله بعد عمر طويل بفضلك. عايش ميرسي.